بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. معشر الإخوة الكرام، أعضاء الهيئات الحاضرة، يعني اللجنة الوطنية، وبعض الأعضاء من الأمن العامة، وبعض الأعضاء من الإدارة، شو سميتها السيدة العربية؟ العامة، الإدارة العامة للحزب. بكل صدق، أول ما أبدأ به أن أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه. طبعا الحمد لله سبحانه وتعالى دائما بالنسبة للمسلم هو يعني ما يفتتح به كل حياته، الصلاة، لأنه الحمد لله الإنسان دائما يشعر أن لله عليه فضل كيفما كانت أحواله. لكن اليوم أنا كنحمد الله سبحانه وتعالى بشكل خاص، استشعر وجوب حمد الله سبحانه وتعالى بشكل خاص، لأنني عقدت معكم هذا اللقاء الذي دام حوالي يعني ثلاث ساعات ونصف، يعني من خلال هذا اللقاء تقريبا رجع لي الاطمئنان على الحزب، لأنه من خلال كلماتكم يعني وصلت إلى خلاصات. الخلاصة الأولى بطبيعة الحال وهي طبيعية، وهي أن هذه النتائج التي حصل عليها الحزب في هذه الانتخابات الأخيرة كانت يعني قاسية وصعبة، وأحدثت انتكاسة أو نكسة أو نكبة أو ما شئتم أن تقولوا، ولكن يبدو والله أعلم أن الحزب، كون الحزب استطاع أن يعني يتصرف بطريقة راقية. أولا قبل كل شيء، من خلال يعني تحمل القيادة السابقة للمسؤولية وتقديمها لاستقالتها، وإن كان يعني كانت عندي ملاحظات حول هذه الاستقالة، هل كان يجب أن تكون جماعية أم فردية فقط للأخ الأمين العام ويبقى الآخرون يشتغلون على المؤتمر إلى آخره، ولكن هذا تصرف لا يمكن إلا أن نتمنه، وخا الشكل كان فيه خلاف وما تبعه، وتحديد المؤتمر الاستثنائي وعقده في هذه الظروف راه كان من الممكن لا ينعقد. كتعرفوا شحال وقع هذا الشيء في الأحزاب السياسية، ما كتنعقدش المؤسسة وكتبقى معلقة وكيلقاو عاوتاني حلول. الا قريتيو التاريخ ديالنا، غير التاريخ المغربي والاحزاب السياسيه الكبرى، غتلقاو هذا الشيء، فهمتيني؟ لا نعاقد ونعاقد، وكانت عنده مخرجات، وهاد المخرجات حسب ما فهمت منكم، وهذا لم يكن عندي حتى انا شخصيا، بمعنى اخر انني كنت يعني ملي كنتفكر هذا الشيء اللي وقع يكبر في نفسي، انه الحمد لله عملنا مؤتمر ومر بسلام، بقينا موحدين، طبعا بقينا موحدين كذلك الحمد لله، نوحد الله سبحانه وتعالى، بقينا موحدين كحزب سياسي، والرمزيات يعني احتربت، واخترنا يعني قيادة جديدة، اخترنا أمين عام جديد، اخترنا أمانة عامة جديدة، وانطلقت المسيرة ديال الحزب. راه يمكن نقول لكم انه كاين واحد المجموعة ديال الإخوة، يعني الأمين النائب الأول والنائب الثاني ورئيس المجلس الوطني والمدير ديال، ربما تنعقدوا لقاءات تنستدعيهم، ماشي كل نهار ولكن تقريبا نهار بنهار، حتى عياو هما عياو ما بقاوش بغاو يعني نكثروا من اللقاءات، يعني حنا كنخدموا باستمرار وما عندنا حتى شي شغال تقريبا يشغلنا الا هذا. فهاد اللقاءات هذه الحمد لله عقدنا لقاء ديال الامانه العامه الى اخره، ولقاء مع شي اخوان من اليوم كنعقدوا هاد اللقاء هذا مع، فاليوم اللي عاود اكتشفت او توضح لي هو انه الحمد لله الاخوان في العموم يتكلمون عن جهاتهم، لان المسؤولين ديال الجهات اليوم، وكاين مسؤولين ديال شو كتسموا المنظمات الموازيه، الهيئات الموازيه، يعني في العموم يتحدثون عن وضع لا باس به
للمناضلين للهيئات لانعقاد هذه الهيئات. يعني وطبعا بحال اللي قال واحد الاخ يعني ماشي ما كاينش ارتياح، يعني وقال ما كاينش ارتياح يمكن ما كاينش اطمئنان نهائي، ولكن كاين ارتياح نسبي وكاين يعني امل. وتيأكدوا بزاف على المؤتمر الوطني والمخرجات ديالو، وانه تقريبا انا كان عندي شعور، وسمحوا لي الا بلغت شي شويه، كان عندي شعور انه من بعد المؤتمر الوطني كان انتكاسه الانتخابات من الناحيه النفسيه تجاوزناها. هذا الشيء اللي شعرت به. ارجو الا اكون يعني مخطئا 100% على الاقل. بحال تجاوزناها، وفي الحقيقه انا هذه القضيه يعني كامين عام ديالكم في هذه المرحله هذه قبل هذا اللقاء ما كانتش عندي بهذا الحجم. ما كانتش عندي بهذا الحجم، بحال كاع نسيت المؤتمر، بحال غير كانت الانتخابات وكانت هذيك النتائج ديالها صعيبه، وانا دابا مقابل واحد 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 الجبل كبير. كي غندير انا لهذا الحزب؟ كان عنده 125 نائب برلماني و16 ولا 15 المستشار، والجماعات ديال المغرب كلها هي وما نعرف شنو الى اخره، الرئيسيه والكبرى كلها تقريبا، فهمتيني ولا لا؟ الا جوج ولا ثلاثه اللي قلت لكم قبيله. كي غندير انا باش نمشي هذا الحزب؟ طبعا انا عبد الاله بن كيران معروف عندكم، وما اخترتوني الا لانكم يعني دوزنا حياتنا كلها مجموعين، حياتي كلها على الاقل دوزتوها معايا مجموعين، شي التحق بيا في النص ديال الحياه ديالي، شي التحق بيا من بعد، شي التحق بيا من قبل، ولكن في جميع الاحوال ماشي بحال الانطلاقه ديال النهار الاول. راه غير الا بغينا دابا عندنا 13 الاخ واخت في البرلمان، ولكن سمحوا لي 13 الاخ واخت راه ماشي هما التسعود اللي دخلنا بهم النهار الاول. النهار الاول راه كانوا يعني القنوقه ديال الحزب، كان الراميد وافتاتي والعثماني والامين بوخبزه وما نعرف شنو وما نعرف شنو. فهمتيني ولا؟ اليوم كاين التسعود ديال الاخوات اللي جاو من اللائحه الوطنيه، وكاين واحد اربعه ديال الاخوان، فهمتيني ولا، اللي فلتوا في هاد لي ماي ديال هاد الشيء ديال 8 شو تنبير. فكنت انا بحال شي انسان مهزوم جاي كتقول له زيد بلا سلاح لواحد المعركه. اليوم انا تغيرت الوضعيه النفسيه ديالي، وفي الحقيقه هاد الشيء ماشي غير دابا، في الحقيقه هادو الزيارات اللي عملوا لي الاخوان تبارك الله، جاو عندي المهندسين، جاو عندي المهنيين، جات عندي الاداره العامه، جاو عندي المحامين، تنعقدوا اللقاءات مع الامانه العامه، الحمد لله عقدنا جوج ديال اللقاءات كانت كلها الحمد لله ناجحه لحد الان. يعني كل هذا يعني 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 خلان كيحضروا الناس بكثافه، كيحضروا باستمرار، كيتكلموا، كيقول اللي بغى يقول شي حاجه تيقولها، كل واحد شنو تيجبد. طبعا ما كيكونش دائما سهل باش نتفاهموا على داك الشيء، ولكن الحمد لله يعني هنالك امل. نقول ما نبالغش، نقول كاين امل، وكنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، وكنطلب الله سبحانه وتعالى ما يخيبكمش فيا وما يخيبنيش فيكم. والاخوان اللي تكلموا، وربما ولا واحد، انا كنت كنسمع بلي الاخوان عياو وبغاو يمشيو فحالهم وما نعرف شنو الى اخره، بل كنت ماشي متخوف من هذا اللقاء، ولكن متوجيس. واذا به الاخوان ما عبروا على حتى شي حاجه من هذا الشيء. طبعا ما حتى واحد فيهم ما قال لك انا باغي نبقى يعني كاتب جهوي، ولكن كلهم تيقول لك زعما راه الا الانسان غير 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 بالاراده ديال الاخوان غادي يغير الموقع ديالو، والا راه كلشي الاخوان تقريبا. ربما عندنا شي مشكل في شي في شي في شي في شي, في شي جهه ولا في شي مدينه ولا داك الشيء محدود جدا. فهذا هو الشعور الذي انتبهني في الحقيقه. حتى قبل المؤتمر واحد شويه كانوا كيزوروني بعض الاخوان، باعتباري رجعت من فرنسا كنت في حادثه في عمليه، يعني تيبانوا الاخوان باقيين متحمسين باقيين. فهذا امر يستوجب الوقوف والتوقف والشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى، وتجديد النيات والعزائم. وهذا الشيء اللي فهمت من الاخوان، ان الاخوان في المدن والقرى والجهات باقيين مستعدين، باقيين متحمسين، باقيين كيعقدوا اللقاءات ديالهم بشكل منتظم في العموم. هذا الا قلت شي حاجه ماشي هذيك السيد العمري ذكرني، راه انا ماشي راه ما عندي حتى مشكل نصحح يعني سيونس تونوت. ففي العموم الحمد لله، يعني هذا لان هذا هو اللي مهم الاخوان. نتائج مهم، نتائج هي نتائج.
يعني صافي دابا. وانا قلت لكم واحد القضيه، حيت كاين شي اخوان اللي بغاو يركزوا على الماضي وكذا وهادشي، علاش قلت لكم انا نساو هادشي، نساو هادشي. عندنا فائده وحده يمكن لنا نجنيوها من هادشي اللي فات، وهو واش استطاع الحزب يخرج واحد التصور جديد يتجنب به هذا مستقبلا، ليس في حق حزب العداله والتنميه، في حق كافه الاحزاب السياسيه. لانه خص الاحزاب السياسيه ماشي غير تخرج النتائج وتسكت عليها ونعتبروا باللي حنا نجحنا في الانتخابات وان النتائج لم يطعن فيها، لا، خص يكون اطمئنان، خص يكون اطمئنان بعد النتائج للاحزاب السياسيه، تكون عارفه راسها باللي ربحات ربحات بالمعقول، خسرات خسرات وعن استحقاق، وتنوض تجمع راسها وتعاود ثاني تقاد. حنايا الاخوان ديالنا الكلمه اللي استعملوا قال لك حنا ما فهمناش، والى حد الان كاملين ما فهمناش 100%. طبعا انا مستعد نتقبل يعني الخساره ديال الحزب ديالي، ولكن ما مستعدش نتقبل النجاح ديال الاحزاب اخرى بين عشيه وضحاها، فهمتي ولا؟ او من 300,000 صوت ل 3 ملايين ديال الاصوات كي داروا ليها، فهمتي ولا؟ طبعا انا هذا انا شخصيا يعني ما فهموش، هذا اقل ما ساقول، وماشي ماشي باغي نطعن في الانتخابات ولا كذا الى اخره، لانه اللي ربما كان من الممكن يطعن راه ما طعنش، هي القياده اللي تقديرات كانت عندها القياده السابقه، فهمتيني ولا لا؟ ولكن عدم الفهم. انا بيديه كنت كنسمع النتائج واحد الساعه، ذاك النتائج ما بقاتش عجبتني بكل صراحه، نعست وفقت قبل الفجر بواحد الشويه وكنشوف النتائج خرجات، يعني اول كلمه خرجت لي يلاه فقت، ما ذكرت الله ما والو، قلت هو بزاف هادشي بزاف هادشي بزاف. بون، قدر الله وما شاء فعل، حنا حزب سياسي مسؤول وهذه بلادنا وحنا كنمشيو فيها خطوه. ف يعني اليوم نحن امام المستقبل، لسنا امام الماضي. الماضي صافي، يعني بما في ذلك بعض الكلمات اللي جات، خصنا نعرفوا علاش وقع ما وقع، والتصالح والقياده السابقه والقياده الحاليه وما نعرفش، ما كاينش هذا الكلام. نحن ابناء العداله والتنميه، عندنا منطق يحكمنا، عبد الاله بن كيران عضو في العداله والتنميه، ما عنده حتى شي واحد داير هو وياه يعني شي تحالف ولا اش كتسميه الكلانيزم، شكون هو الكلانيزم؟ لا شي، لا ماشي التقاطم، لا شي، ما عرفتش شنو هو الكلانيزم. المهم تخندق ولا لا، انا عندي الله سبحانه وتعالى كنحاول يكون معايا، كنظن كنترجى الله سبحانه وتعالى، واليوم انا بحال اللي كنت قبل، عمرني ما درت شي تحالف انا وشي شخص، ولا كان شي شخص عمرني درت انا وياه شي تحالف ولا شي تواطؤ على شي حاجة يقولها أمام الناس، أمام الله سبحانه وتعالى. ومعايا الإخوان ديالي اللي كنثيق فيهم، فهمتيني ولا لا؟ طبعا راه قلت واحد الكلام، قلت باللي كاين واحد جوج ولا ثلاثة يعني طلعوا لي الدم، ما بقيتش كنتحمل نعمل معاهم، ولكن يعني هذا غير واحد الحاجة زعما هي خاصة بيا ومعلوماتي وظروفي وإلى آخره وقناعاتي، ولكن هذا ما عنده حتى علاقة بعموم الإخوان. عموم الإخوان إخواننا ونحن معهم وهم معنا، ولن ننسى لذوي السابقة فضلهم، فهمتيني ولا لا؟ راني قلتها للإخوان ديك النهار، قلت لهم راه السي سعد الدين العثماني عبر على الرغبة ديالو باش ياخذ المسؤولية ديال مؤسسة الدكتور الخطيب، الله يشهد قبل ما يعبر، هو قبل ما يوصل بالغني الخبر أنا فكرت باش نتكلفوا بها وكلفتوا بها، وهو اهل باش يقوم بها، فهمتيني ولا لا؟ وهذاك يعني احنا ما تنتنكروش لبعضياتنا، حيت ما عندناش مثقال ذره من شك ان كاين شي حاجه مبنيه على خيانه او شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. اجتهادات تقدر تكون صائبه، تقدر تكون على صواب. طبعا انا عندي ملاحظات على السي سعد الطريقه، وقلت له هذا الشيء علانيه، فهمتيني ولا لا؟ الى اخره. ولكن اليوم نحن ابناء اليوم، السي سعد الدين العثماني راه في بلاصتو، السي يتيم في بلاصتو، السي الحمداوي في بلاصتو، يلا شفتو مؤخرا
الاخوان الاخرين ما غنذكرهمش كاملين، جوج واحد جزء كبير من القياده السابقه راه معانا في القياده الحاليه. الحزب العداله والتنميه سيستمر وخصو يحافظ على هذا الروح، وما غنديروش حوار داخلي باش نرجعوا نتراشقوا بيناتنا. هذا الكلام ما عنده حتى معنى. حنا دابا التجاوز ديال هذه المرحله داخليا هي اننا سنخوض معارك ان شاء الله الرحمن الرحيم ضد الفساد والاستبداد كما كنا من قبل. وهذه المعارك كفيله بان اذا كان شي واحد متراخي ولا كذا ولا الى اخره سترجع الامور الى نصابها. والحمد لله راه شي حادث الان، راه العدد ديالكم دابا ربما يتجاوز 30، فهمتيني ولا لا؟ الاخوان تيتكلموا على انه حضروا بحماس باش يسمعوا باش يبلغوا الاخوان ديالهم باش 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 باش. هذا هو العداله والتنميه، لان العداله والتنميه الاخوان ما هوش مجموعه ديال الاشخاص متنازعين على شيء ما، لا نظري ولا 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 مادي. هما فكره، العداله والتنميه فكره. هذه العداله والتنميه روح موجوده في المجتمع، اعطت الدروس خلال الى حد الان. الى حد الان لم يتهم اي شخص واحد منا، ربما شخص واحد في قضيه بائسه نسيت، يعني الى حد الان لم يتهم شخص واحد بانه مس درهما من المال العام. الى حد الان يعني حتى الاشكاليات التي اثاروها وتبدو لها اسباب اخلاقيه وكذا الى اخره، غير يعني بنادم تزوج شنو فيها الا تزوج بنادم، فهمتيني ولا لا؟ بطبيعة الحال غير لانه القضيه متعلقه بالعداله والتنميه، الناس كبروا، الناس كانت عندهم، الناس خدموا لهذا الشيء الاخوان. هذه النتائج اللي وصلنا لها راه ماشي، نعم عندنا مسؤوليه ذاتيه، وهذا الشيء راه الاخوان اعترفوا به في البلاغ اللي تبع النتائج مباشره. ولكن ماشي غير مسؤوليتنا الداخليه، الناس خدموا علينا بالمعقول وما تنتظروش منهم ما يخدموش عليكم. ما تبقاوش تتبكي ولا تتشكي ولا والو، راه ما كاينش البكاء والشكوى في السياسه. ولا تنتظروا من الخصوم ديالكم يكونوا معكم منصفين، هذا ليس بكلام. خاصك تدافع، ولولا دفاع الله الناس بعضهم بعضين لفسدت الارض. دافعنا، وهذا الشيء هذا راه ما كانش مقصود دابا، راه كان مقصود من النهار الاول فاش ولات العداله، النهار الاول فاش كانت. واش عقلتي على المصطلح ديال الاستئصال؟ فوقاش كان المصطلح ديال الاستئصال؟ كيف 2003؟ راه من نهار ملي دخلنا في 2000 ملي دخلنا في 97، راه كيظهر في ذاك الوقت. وكان السيد ادريس البصري الله يرحمه كان 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 وزير الداخليه، وجبنا تسعود رسميا، راه ما كيظهرش بلي جبنا تسعود، راه كيظهر جبنا اكثر. ولكن من 2002 فاش انتقلنا من 14 ل 42، من ذاك الوقت وحنا تنخلصوا بشكل او باخر، لانه ما المغرب الاخوان راه هو دوله، وهاد الدوله راه فيها مخلوقات الله، كل واحد كيفاش داير. وهاد الدوله فيها ناس عندهم مصالح وعندهم توجهات وعندهم، وهادو ما غير خيوش، ما غير خيوش. من ذاك الوقت هما خدامين علينا، و2003 عقلتي وشنو داروا لينا الى اخره. وطبعا حتى حنايا عندنا نصيبنا من المسؤوليه، انا كنعترف بهذا الشيء وتنقولوا كلنا، كل واحد فينا، كل واحد كيفاش عنده نصيب من المسؤوليه. وطبعا كاين اخوان اللي عندهم مسؤوليات يعني سلبيه وسيئه، تنازعوا على الـ على الـ على الـ على الـ على المواقع، تنازعوا على الترشيحات، كاين اللي عمل الكولسه الى اخره، كاين بزاف ديال الحوايج. ولكن العموم ديال الاخوان ديال العداله والتنميه ماشي مجموعين على اقتناص المصالح. هذا لا يفيد انه لا تعجبهم المصالح، المصالح المشروعة، والحمد لله في العموم الإخوان إلى حد الآن يبدو هذا هو الحدود ديالهم. هذه المصالح المشروعة أنا لا أؤاخذ على أي أخ أن يطمح إليها، لا أؤاخذ عليه أو أخت. الله يرحم ضعفنا، كلنا بشر، ولكن لا نتجاوزها إلى شيء آخر. ولا يصبح انتسابنا للعمل السياسي هو انتساب لاقتناص هذه المصالح أو لاغتنامها، أو كما نراه اليوم وكما رأيناه بعد الانتخابات مباشرة. هل اللي جايب مراته، هل اللي جايب راجلها، هل اللي ما نعرف شنو، رحنا حشمنا، والله إلا حشمنا، بالله العظيم إننا خجلنا كمغاربة. هو بنادم حتى الحشومة ما يحشمش، هو
وغيتسنى شويه دير شي واحد بعيد شويه من هناك كذا. نهار الاخوان اللي وليت رئيس ديال الحكومه مرض راجل بنتي ما كانش خدام، وطلبوا مني هو وبنتي طلبوا مني برساله مكتوبه باش يشتغل معايا في الديوان دي في الديوان ديالي في الديوان ديالي. ونقول لكم واحد القضيه، انه جد مؤهل لذلك ورفضت باش نجيبه معايا، وبنتي كتسكن معايا في الدار ورفضت باش نجيبه معايا. وديك الساعات مشى خرج لالمانيا كيقلب على عمل، وداز عليه وقت وانا رئيس حكومه وهو كيبات في الجامع ما عندوش الفلوس باش يبات في الاوتيل، والله يشهد، وما تبدلش الموقف ديالي. ورجع من المانيا ومشى قلب على راسو على خدمه، لانه هو مهندس، قلب على راسو على خدمه، فهمتيني ولا لا؟ يعني بحال الناس، وانتقل من خدمه لخدمه، فهمتيني ولا لا؟ الى حد الان ما عمرني زيت التليفون، اشهد الله، نقول لشي واحد عافاك الا ما تخدم ما تخدم امين، فهمتيني ولا لا؟ ف يعني هاد الناس هادو اللي جاو دابا جاو، وديروا احسن من هذوك اللي سبقوكم. راه الناس غيميزوا اش غنسميهم؟ غنقلبهم على شي سميه. لا حيت هذه اسبوعيه، هذا بنادم صقع، اول ما جيتي كدير حوايج طايحين، رفع شويه لابار، على الاقل دير بحال العداله والتنميه، سمحوا لي. هادشي اللي داروا حنا كنشوف، انا كنشوف، قلت لكم من النهار الاول ما تدخلوش الله يخليكم في المعارضه بسرعه وفي لا بوليميك بسرعه، شويه نشوفوا دوك واساجيتيل. راه انا جالس كنشوف الى حد الان، ولكن كنشوف وكنتعجب، فهمتيني ولا لا؟ فلهذا اليوم الاخوان بغيت نقول لكم وناكد لكم ان حزب العداله والتنميه هو روح وهو فكره، وهذه الروح وهذه الفكره بلدنا محتاج لها. واحد الاخ قال واحد القضيه، قال ودي سمعنا باللي الناس تيقولوا باللي هذا القوس ديال العداله والتنميه اغلق، وباللي الدوله مابقاش محتاجه له، وصافي زعما غادي تشطبوا. مالنا حنا شنو خلق شنو خاسرين؟ تشطبوا سيدي. شحال هذه ملي كنا يلاه بدينا تندخلوا لهاد الاوساط وتنعرفوا الاداره كيفاش كتكلم، كانوا كيقولوا ديك الساعات النقابيين الذي بيده التوظيف بيده التوقيف. لا كان شي واحد خلق هاد العداله والتنميه يوقفوا، مالنا حنا شخاسرين؟ لكن هذا الحزب هذا وداروا شي واحد شي شخص ولا شي جهه ولا شي ولا 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 شي اداره ولا شكون ما بغى يكون يوقفوا سيدي. حنا الاخوان جئنا استجابه لحاجه في مجتمعنا. طبعا حنا كنعترفوا باللي نشأنا في الحركه الاسلاميه، وان الحركه الاسلاميه ديالنا اللي نشأنا فيها الادبيات ديالها ديال الاخوان المسلمين، حنا ماشي اخوان مسلمين، ما كنتبرش منهم لانه اليوم عندهم مشكل، لا، هذه الله يشهد لنا هي الحقيقه. حنا جماعه بوحدنا نشأنا بوحدنا، فهمتيني ولا لا؟ وكونا ريوسنا ومشينا تدريجيا. في الاول كنا ما كنعترفوا لا بالدوله ولا بالانتخابات ولا بحتى شي باكور من هذا الشيء، ولكن ملي تبين لنا باللي هذاك الشيء ماشي معقول وماشي صواب، بدينا كنتحركوا شويه بشويه، دخلنا للاعلام، درنا مجله الفرقان شويه بشويه، درنا الجماعه الاسلاميه شويه بشويه، بدلنا الاسم بقى كيتبدل، تولى التوحيد والاصلاح شويه لما توحدنا مع الاخوان ديال الرابطه شويه بشويه، دخلنا للعمل السياسي باعتباره واجبا ليس باعتباره منازعه على الحكم، معاذ الله، بالعكس باعتباره واجبا للمساهمه في انقاذ بلدنا. طبعا ملي تشوف الوساط السياسي ولا فيه لو مودغض، يعني شو لو مودغض بالعربيه؟ ماشي كلمه السر، يعني المنهج هو واش استفدتي ولا مازال ما استفدتيش. حزب سياسي جليل الاعضاء ديالو ولا تقول واش الاخ استفدتي ولا مازال، بمعنى شنو استفدتي؟ واش وليتي وزير ولا مازال؟ واش وليتي كاتب عام ولا مازال؟ واش دخلتي لشي ديوان؟ واش وليتي رئيس ديال شي جماعه؟ واش وليتي مستشار؟ كل شيء كيستفد. ولا العمل السياسي مهدد بالزوال، لانه بني لانه استشرى فيه الفساد. كانت المرحله الاولى فيها اصحاب الافكار واصحاب المصالح، وشويه من اللي تخالطوا غلب اصحاب المصالح اصحاب الافكار. واحد النهار تلاقيت
تلقيت مولاي محمد خليفة وسولته على واحد الأزمة كانت في الحزب بهذا المعنى. قال لي السي عبد الإله أصحاب الشهوات غلبوا أصحاب العقول. الحمد لله العدالة والتنمية أثبت اليوم أنه لا يزال في العموم من أصحاب العقول وأصحاب الأفكار وأصحاب المبادئ، وأنه إن كان فيه أصحاب الشهوات فلا زالوا لم يفسدوا عامته. وهذا نقول لكم واحد القضية إخوان ما عنده حتى شي تمان، وكبر كاع من كل نجحنا في الانتخابات. شتي يكون نجحنا في الانتخابات وغلب أصحاب الشهوات أصحاب العقول وأصحاب الأفكار، والله العظيم غتكون هي هذيك الانتكاسة الحقيقية، هي هذيك اللي غتكون الانتكاسة الحقيقية. لكن ما دام الحمد لله حزب العدالة والتنمية بقي وقف، ما دام أبناؤه لم يخافوا، هي الأولى راه كان من الممكن الناس يخاف يقولوا واش هذا الشيء الدولة ما نعرف شنو غادي تبدا. تبدا سيدي تبدا، لكن خصها تبدا شي حاجة تبدا. حتى حنا مخلوقات من مخلوقات الله، ما حناش حسن من الناس اللي ماتوا عبر التاريخ ولا سجنوا عبر التاريخ ولا امتحنوا عبر التاريخ لسبب أو لآخر، لسبب أو لآخر. ما بغيناش الابتلاء، نسأل الله السلامة والعافية، ولكن لا قدر الله سبحانه وتعالى انتين الله. الحمد لله الإخوان في العموم ما خافوش، الإخوان في العموم ما انصرفوش اللي ما بقاتش الوزارات والحكومة والسفارات والرئاسات ولا استؤدري ماذا. انتقلنا من الرئاسة ديال 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 ديال, ديال ما عرفت شحال بعدا، كنا عندنا 203 ديال الجماعات إلى رئاسة 7 جماعات أو 8 ولا ما نعرف شحال، فهمتيني ولا 11 ولا 13 صغيورين. بارك سيدي بارك علينا، ياك هذا الشيء اللي جبناه حنا على درعنا وصافي. كل واحد غيتحمل مسؤوليته امام الله سبحانه وتعالى، ولكن حنا ما غنطلقوش. المغاربه قال لك ما مفكينش ما مفكينش، باعتدالنا بوفائنا لمؤسساتنا بملكيتنا التي يعيب علينا البعض اننا نبالغ فيها، بتشبتنا الاصلي بمرجعيتنا، ما مفكينش. وغنستمروا في هالطريق ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله الرحمن الرحيم غنستمروا. ما حدني عيش وما حدني رئيس ديال هذا الحزب، وكنتمنى هذاك اللي غادي يجي من بعد مني يمشي في نفس الطريق، وهذاك اللي غيجي من بعد منه، حتى تصبح هذه الدوله وهذا الشعب يعني الى ما قدرش علينا الله، الى ما يسر ليناش الله سبحانه وتعالى الثروه والغنى، نكونوا كنشوفوا وجهنا في المرايا وما كنحشموش. ما نحشموا من انتخابات، ما نحشموا من انتشار الفساد، ما نحشموا من انتشار الريع، ما نحشموا من 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 من, من لانه دابا هادو اللي كيديروا هذا الشيء. راه صحيح غلبونا، هي هذه الحقيقه، غلبونا هزمونا. ولكن هذه الهزيمه ليست هزيمه، علاش؟ لانهم كيعرفوا داروا غير البريكول بريكول 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 بريكول، اشاك فوا تو بريكول. ولكن واش دائما غيبقى هذا البريكول خدام؟ لا بد واحد النهار خصنا نوقفوا على الصح. حتى حنا بحال الدول، ما كاينش شي دوله الاخوان تقدمات ما وقفتش على الصح. خصنا نوقفوا على الصح، ونوقفوا على الصح كدوله. واليوم انا كنتكلم معكم وانا واعي ان الحزب ديالنا انتقل من وضعيه لوضعيه، وحتى في ديك الوضعيه القديمه راه ما كناش اقوياء، كنا ضعفاء. ولكن كنشوف انا باللي المبادئ الكبرى من اللي كيحملوها الضعفاء، فهمتيني ولا لا، كيتوفقوا وكينتصروا رغم ضعفهم. ماشي مهم، انا غنقول لكم تكون في البرلمان، شكون في البرلمان، دير في البرلمان 125 ولا 136 كاع، ولا يكون عندك كاع، الا كنتي ما تدافعش على الهويه ديال الامه، الا كنتي ما يعني ما كتوقفش. لانه واحد القضيه، الدوله ديالنا باش نكونوا واضحين، الدوله ديالنا الاخوان المحترمين ما محتاجاش الحزب يواليها فقط في كل ما تفعل، محتاجه الاحزاب السياسيه تواليها وتناصرها وتعارضها او تنصح لها حين يكون ذلك واجبا. لانه ما يمكنش، والا غنوليو في ديكتاتوريه وغنوليو في ديمقراطيه مزيفه. وعمر شي دولة ديكتاتورية ما أفلحت. راه هذا الكلام اللي كنقول لكم أنا، راه أنا ضد الملكية البرلمانية، باش تكون زعما الأمور واضحة بدي ديركم. كنت ضدها ولا زلت ضدها، وازددت يقينا بأن أكون ضدها.
ولكن في نفس الوقت خصنا داكشي اللي درناه نحترموه باش في الاخر كل شيء اللي تهزم تهزم وما كيعترف واللي 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 انتصر انتصر فهمتيني ولا لا وفرحان الحمد لله شي بس بكين فهمتي ماشي 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 هاد الانتخابات هذه هذه النتائج يعني مفاجئه فاجات الجميع جابت لينا واحد المخلوقات فهمتيني ولا ما كنا نعرفوهم كاع ولا نسمعوهم كاع ولا نسمع عليهم كاع فهمتيني ولا ولاو رؤساء المدن وكذا واللي قلت لكم جايبه راجلها واللي جايب مراته واللي ما نعرف شنو الى اخره شنو هاد الحكايه شي كلك شوز نو با لا دو هذا الشيء اللي كاين حنا غير كنزيدو كنوضحوا الكلام اللي قالوا الاخوان ديالنا اللي قالوا الاخوان ديالنا اننا ما فهمناش ما عجبناش الحال طبعا ما عجبناش الحال كيفاش بغيتيونا نطبلوا فهمتيني ولا انتم ما خليتوناش نطبلوا حتى النهار اللي جبنا 125 النهار اللي جبنا 125 صبحوا علينا في الصحافه كحلوها علينا والله العظيم الفرحه ما درنا ولا حفله وحده فهمتيني ولا لا وسيدي واش غير كحله 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 وخليها تكحل دبر راسها فهمتيني ولا لا لانه كيفاش هذا الشيء هذا ما يعني ما خدامش طيب دابا الاخوان ديالنا يعني الحمد لله قلت لكم انتم اللي وحيتوا ليا بهذا الروح بهذا النفسيه هذه اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم سيكون لها ما بعدها ولكن هذا لا يفيد ان حزب العداله والتنميه غادي يغير القناعات الاستراتيجيه ديالو لانه الا بغيتوا تغيروا هذاك الشيء خصكم تقلوا على شخص اخر انا ما غاديش نغير القناعات الاستراتيجيه ديالي التمسك بالمرجعيه الاسلاميه طبعا مع الاجتهاد طبعا مع التجديد ولكن راه هذاك الشيء اللي كاين اليوم في العالم في الارض واش غنديروا شي اجتهاد باش غدا نقبلوا المثليين يبداو يعني يديروا المجاهره بالمعصيه ديال الله علانيه واللي قرا القران الكريم فهمتني ولا وادعوكم الى قراءته واعاده قراءته واعاده قراءته بدون ملل ولا كلل حتى تلقوا الله كيشوف هذيك القصة ديال لوط عليه السلام كيجيبها ويعودها ويجيبها ويعودها ويشرحها ويوضحها كيفاش؟ شمن اجتهاد غادي نديرو باش نوليو حنايا كنتعاملوا مع المثليين بحال داك الشيء اللي كاين في اوروبا ما نوليوش حنايا هكذاك عمرها ما غتكون المثليين دائما كانوا في العالم كله في العالم الاسلامي كله في المغرب بحال ولكن كانوا مدرقين زلافتهم اسمح لي الى جاوا بداو كي 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 كيجاهروا بداك الشيء ديك الساعات راه هما المسؤولون خاص القانون وحنا غنقولوا هذا الشيء حنا ضده وغادي نوقفوا ضده ما 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 ما, ما, ما شنو هذا الاجتهاد اللي كيطلبوا منا هاد الناس سواء تعلق بالمثليين او تعلق بالحريات الفرديه او تعلق الحريات الفرديه كاين شي واحد كيبغي يعتدي شي واحد طبعا غادي يكونوا اشخاص تيقول لك لا واه هذه كتبقى لانه يعني كيبغيو يحصلوا بها بعض الاشخاص شوف ما تجيش لواحد الحالات خاصة وتبغي تدير بها قانون عام العلاقات ما يسمى بالعلاقات الرضائية هي الزنا يعني الزنا هذا الشيء ما فيها لا ولا حتى باش تكون لأنه حتى من التشيطانيات ديالهم تيبدلوا الأسماء الزنا إلا قلتي الزنا كيتبدلوا العالم كله أنا ذكرت هذا الشيء غير كمثال على الاجتهاد اللي كيطلبوا منا هاد الناس اسمح لي ما كاينش اجتهاد في هذا الشيء هذيك علاقات إلا كتبها الله استر صاحبي راسك استر من ابتلي منكم بمثل ببعض هذه القاذوره فليستتر هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واش حنا باقيين مسلمين ولا باقيين مسلمين وتنقولوا حاجه واحده الا جا شي واحد جا كيجاهر بهذا الشيء فقط خصو هذا خصو يجري عليه القانون كما هذا كنت ولكن الاجتهاد اللي هو مطلوب واللي اقتضته المرحله واللي كيديروه الناس اللي موثوقين انا كنذكر بواحد القضيه الاخوان المحترمين كنذكر بواحد الاجتهاد كان داز في مخالفه لنص نص وسيدنا عمر خالف النص وهو انه الشهاده ديال العدل امراه بالنسبه للقانون اصبحت تساوي شهاده العدل رجل تكلموا فيها الناس تكلم فيها السي احمد الريسوني قال ودي الشهاده اللي كاينه اليوم ديال العدل ماشي بحال الشهاده اللي كانت قبل الشهادة ديال اليوم كتكتب وكيشوفها القاضي وكذا هذه عادية ما فيها والو لا أحد احتج لأنه الناس اللي تيكونوا بهم تستقر الأوضاع ويختارهم الناس عن رضا
هما الناس اللي تتكون عندهم المصداقية. اما تجيب 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 البريفابريكي وتجيب وتجيب كوكوت مينوت وداك الشيء القديم اللي كان فهمتني، ولا راه غتكون النتيجة بحال بحال. محلك سر، راه ما غنخرجوش من الإشكاليات. فهمتني ولا؟ ولهذا يعني حنايا هاد المرجعية ديالنا يسمحوا لي، راه واحد النهار كان بيننا وبين شي مسؤولين كلام اللي في الاخر وصلوا، قلنا لهم المرجعيه، قلنا لهم باش نتنازلوا على المرجعيه راه بقى مورانا غير جهنم، ودابا راه حنا ما عارفينش واش وصلنا واش غنمشيو للجنه ولا للجنه، والله يشهد. غير هذا الشيء اللي درناه في هذه المسؤوليه وهذا الشيء حنا كنترجاو الله، كذبوا على الله سبحانه وتعالى ما نكذبوش، ما عندناش اليقين، اليقين كاين عند الله سبحانه وتعالى. حنايا كنحاولوا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الا عملنا شي مخالفه ولا شي خطا ولا شي حاجه اللي ماشي، ولكن المهم عندنا حنا الاخوان قلت لكم حنا فكره، حنا روح، حنا خصنا نبقاو في المغرب وخصنا نبقاو خدامين. وهذا الفساد راه واخا يكثر ما يخلعكمش، ما تخلعكمش 3 ملايين ديال الاصوات فهمتيني ولا، ما تخلعكمش وما يخلعكمش حتى الشيء الاخر. علاش؟ لانه لو كان كان قال لك المغاربه لو كان كان الخوخ يداوي، كون يداوي راسه الخوخ، خوخ ما يمكنش الخوخ يداوي، اش غيداوي الخوخ فهمتيني ولا، تخربيق كيداير. فلهذا باش تكون زعما الامور واضحه، حنايا خصنا نمشيو في الطريق ديالنا ونتوكلوا على الله واللي كتبها الله سبحانه وتعالى تكون. ما ما ما, ما يعني شي باس ما كاين، وان شاء الله في بلدنا لن يقع لنا الا خيرا. ولهذا هذه القضيه ديال الدوله واش باقيه باغيه، انا ما بغيتش كاع السؤال يتطرح واش باقيه باغيه الدوله ولا ما باغيهاش، هي على خاطرها. ولكن اللي نقدر نقول لكم هو انه الحمد لله علاقه العداله والتنميه لا في المرحله اللي كان فيها السيد الدكتور عبد الكريم الخطيب، ولا في المرحله اللي كان فيها السي سعد الدين العثماني المره الاولى، ولا في المرحله اللي كنت فيها انا، ولا في المرحله اللي كان فيها السي سعد الدين العثماني، ولا هذه المرحله هذه، الى حد الان العلاقات الحمد لله جيده طيبه. هذا ماشي معناه انه عمر الدوله ما دارت لنا والو، واننا عمرنا ما اختلفنا معها، وانه كل شيء هذا الشيء وقع، اختلفنا وهضرنا وتكلمنا وتراجعنا وصححنا فهمتيني ولا، وحتى هما كيتراجعوا في بعض الاحيان، وهذه هي الحياه الطبيعيه مع حزب الاستقلال. واش ما كانش عنده هذا الشيء حتى بعد علال الفاسي الله يرحمه؟ خاصكم تعرفوا شنو داز مع علال الفاسي الله يرحمه، قراوا التاريخ. حزب الاتحاد الاشتراكي واش كتعرفوا شنو داز مع السي عبد الرحيم بوعبيد؟ خليه دابا السي بن بركه هذاك عنده وضعيه اخرى وكذا الى اخره. لانه الدوله ديالنا ما هيش دوله ديكتاتوريه. واحد النهار الحسن الثاني الله يرحمه جاي يلعب الجولف ولقى الحرس وهو يغضب، الباقي كان ذكر، قال له واش انا بينوشي تجيب لي كاع هاد الحرس هادو فهمتيني ولا لا؟ حنايا دوله، الحكام ديالها يحكمون بالمشروعيه ماشي انتخابيه. الملك ماشي رئيس دوله جاء بالانتخاب، اسمحوا لي، الملك رئيس دوله جاء بالتاريخ، الملك رئيس دولة جاء بلا جينيتيك، الملك رئيس دولة جاء بالدين، الملك رئيس دولة جاء بالبيعة، الملك رئيس دولة جاء بالدستور. وهذه المجموعة ديال هاد ديال هاد ديال هاد المرجعيات والمشروعيات تكون المشروعية الأصلية التي تقوم عليها الملكية المغربية، ونحن من أشد المتشبتين بها. ولكن كنقولوا طبعا خصنا نطوروا حنا والملوك ديالنا فهمتيني ولا، نطوروا في الاتجاه الايجابي. اللي غادي مع العصر، اللي غادي مع القانون، اللي غادي مع المبادئ الكبرى ديال الديمقراطيه، ماشي الديمقراطيه، سمحوا لي، ما ديرولناش الديمقراطيه اللي دارت في السودان وادت الى ما ادت اليه. راه خصكم تعرفوا باللي السودان واحد الوقت كانت دايره ديمقراطيه حقيقيه، شوفوا النتيجه دابا. ما بغيناش الديمقراطيه اللي كانت في لبنان وادت الى ما ادت اليه، باش نكون معكم زعما واضح وصريح. حنا ديمقراطيتنا يعني هي واحد الديمقراطيه اونكادري، يعني مؤطره بتاريخ، بمنطق، بعلاقات بين الشعب المغربي وبين الملوك ديالو، بادارات ولكن هذا الشيء كله ماشي ما كيوقعش فيه تجاوز، كيوقع تجاوز من هنا ولا تجاوز من هنا، هاد التجاوزات خصنا نصحوها ونصلحوها. وان شاء الله الرحمن الرحيم هاد الشيء اللي وقع هاد المره هادي كنتمناو ما نحتاجوش نرجعوا له مره اخرى. فهمتيني ولا؟
الإخوان ديالنا يعني البعض منهم تكلم على المؤتمر الوطني العادي. أنا بغي نقول لكم واحد القضية الإخوان، أنا خصني نكون معكم صريح، أنا الإخوان كانوا غيديروا مؤتمر، كانوا غيديروا قيادة اللي غادي تسير الحزب لمدة سنة، أنا رفضت هذا الشيء، وساندني في هذا الشيء 71% من الإخوان اللي كنت كنتذكر من الإخوان اللي كانوا في المؤتمر. وفي الليل الإخوان اختاروني بناء على هذا الشرط ديال الإلغاء ديال هذه السنة، يعني 81% ديال الناس. هذا ماشي معناه أنني أنا رافض المؤتمر، ولكن ملي كنسمع الكلام ديالكم كنقول يعني الحمد لله اللي ما درناش المؤتمر، خصنا بعدا يعني نشوفوا الوضعية النفسية ديال الإخوان، نشوفوا الحالة ديال التنظيم، نشوفوا الحالة ديال العضوية، نشوفوا الحالة النفسية ديال الحزب، باش يكون المؤتمر تتويج لكل هذا. ولهذا غتبقى إشكالية واش غيعطيونا الفلوس وما هذوك ولا ناقصين ولا إلى آخره. أنا بالنسبة لي هذه أمور ثانوية، باش الإخوان زعما يكونوا واضحين. كاين اللي صوت لي رسالة يقول لي يا سعيد كيفاش غدير دير المؤتمر شهر 12 21، واش هذا كلام يعني معقول؟ كلام العقلاء منزون عن العباد، هذا ماشي كلام. ما بغيتش نقول هذه رسالة كيدية، ولكن جو بونس باش تكون الأمور زعما واضحة. ولهذا الإخوان ديالنا اليوم جاوا تيقولوا كلهم كاين إجماع تيقول لك السعودية لا خصنا نجدوا الهياكل، وليأتي الذين كانوا، أنا ما عندي حتى شي مانع، ولكن قال لك خصنا نجدوا الهياكل، الحزب خصو تجديد. هاد تيقول لك الإخوان شنو هي لا فيزيبيليتي الإخوان ديال الحزب العدالة والتنمية في هذه المرحلة هي يجمع راسه. الضربة اللي تلقاها ماشي سهلة، هاد اللقاء واللقاءات اللي سبقته واللقاءات اللي غتبعوا ان شاء الله الرحمن الرحيم على مستوى الجهات وعلى مستوى الاقاليم وعلى مستوى المحليات، فهمتيني ولا لا؟ يعني هادشي باقي ما داش في الامان العامه. انا سمعت لكم اليوم، هذا كان مهم جدا بالنسبه لي، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم هادشي هذا غادي يعطي واحد الروح جديده. وملي غادي يعطي هاد الروح الجديده ويتنفس الحزب الصعداء ويتجاوز هاد المرحله هذيك اما شنو غادي يدير؟ الحزب عنده دور الاخوان، حزب عنده دور ديال الاصلاح، وراه واحد القضيه شتي هادشي اللي وقع، ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. مزيان الاخوان ديالنا يرجعوا، كانت واحد الكلمه مهمه جدا في الكلمات ديال احد الاخوان، ما عرفتش كنت تكلم على التكوين، ظهر لي الاخ النجمي، يعني هذه كانت واحد الكلمه مهمه جدا، لان علاش نحن في حاجه الان الى ان نرجع الى 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 ان نرجع الى الى المواقع الطبيعيه للحزب السياسي يريد الاصلاح. الناس ديالو تيخصهم تكوين، وتيخص الاخوان اللي كيعرفوا شي حاجه يعلموها للاخرين، وفي نفس الوقت كيخص الاخوان ديالنا دابا يعكفوا على الاشكاليات السياسيه الحقيقيه اللي كاينه في البلاد، يعكفوا عليها. كتجيو شحال هذه كتخدموا مع الوزارات وكذا، تيقول لكم كدير لهم شي فكره، لا دابا تيخصكم تاخذوا الوقت. الحمد لله راه دابا هذه خدينا 5 سنين، هذه فرصه بالنسبه للحزب باش يعاود يبني راسو سياسيا. اش كيقول هذا الحزب؟ لانه في 2011 اللي قلناه كان بسيط، وهو انه الناس خرجوا للشارع، حنا ماشي ضدهم لانهم تيطالبوا بالاصلاح، ولكن ما مستعدينش نمشيو للمجهول. والحمد لله هذه الكلمه هذه شدات يعني في المجتمع، وعطى النتيجه، عطى الشعب النتيجه، وعطات الدوله النتيجه. دابا عندنا 5 سنين ولا ما نعرف اقل، الله اعلم، فهمتيني ولا لا؟ لانه الحكومات ماشي 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 خالده، ماشي ضروري تدوز 5 سنين. هذه الحكومه هذه اللي بقات غادي هكذا ما عرفتش انا فين غادي تمشي. ولكن المهم عندنا بالنسبه للحزب خاصو يوجد راسو، يكون دائما موجود، وباش يكون عنده واحد 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 الاوراق واضحه في مختلف المجالات. اسمحوا لي، الله يجزيكم خير. فهمتي؟ وهذيك الساعات غادي نديروا هذاك المؤتمر، ويكون هذاك المؤتمر بمناسبه عرس، ويختاروا الاخوان الامين العام اللي بغاو، ويختاروا الاخوان الامين العام اللي بغاو. ماشي مهم ديك الساعات، ماشي مهم، ولكن اللي مهم هو هذا، هو نتجاوزوا هذه المرحله، نتجاوزوا هذا النزاع. هادو اللي كانوا لهذ الجهه راه هما اخواننا، وهادو اللي كانوا لهذ الجهه راه هما اخواننا، وراه الخير والمصلحه في ان يلتئم الجميع حول مشروع
هذا الحزب الأول الذي كان هو أنه المساهمة في إصلاح الشأن العام، ماشي حنا ماشي ديال الدعوة، وإن كان الدعوة ما عندنا حتى مشكل معها، ولكن حنايا الدور ديالنا هو نتكلموا على التعليم، نتكلموا على الصحة، نتكلموا على الانتخابات، نتكلموا على الإشكاليات الكبرى، فهمتي ولا، باش غدا ولا بعد غدا إلا جات الفرصة عاوتاني باش نسيروا حكومة، ولا باش نساهموا في حكومة، ولا باش غير ندخلوا للبرلمان يكون كلامنا يعني مصل ومركز ومثبت، فهمتيني ولا، ونتمشوا مع 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 كاين بعض الإخوان يعني تكلموا على الإعلام. أنا أول الإخوان ما تحملت المسؤولية لقيت قدامي واحد القضية، لقيت قدامي هذاك الموقع ديال الحزب هو اللي بقى عندنا، ما عندنا لا جريدة لا والو، فهمتيني ولا، هذاك الموقع ديال الحزب في الحقيقة أنا قلت للإخوان ما تعودوش تنشروا نيمبورت كو، يعني شو وراه كنتبعوا بالدية، ولكن كنسمح بالنشر ديال الأشياء يمكن كتبان ليا ماشي ضروري تنشر، ولكن ما كاينش شي حاجة الحمد لله اللي فيها ضرر، ولكن قلت نشوفوا هاد الإخوان ديالنا اللي كانوا كيكتبوا من قبل ونجمعوهم ونشوفوا كيفاش نوجهوهم في الدفاع عن الحزب، ماشي في مهاجمة أشخاص آخرين لا من داخل الحزب ولا من خارج الحزب، وماشي وهذوك الناس راه كتبوا بزاف ما تنعرفوش كاع، يمكن يعني الحمد لله ملي تلاقينا كان اللقاء جيد وكان اللقاء ناجح، ولكن ما كانش اللقاء نهائي، ما كاينش الإقصاء، فهمتيني ولا، هذاك الشيء دار بواحد الطريقه فيها واحد شويه ديال العفويه، باقي ايام الله طويله، وباقي كل شيء اللي باغي يخدم غادي يلقى بلاصتو ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولكن كلنا خصنا ندافعوا على الحزب وخصنا نعرفوا ندافعوا عليه. يسمحوا لي الاخوان اللي كيقولوا زعما تيخص كذا كذا، يعني بشويه راه دابا سي بوزوباع، دابا القضيه اللي مرتبطه لا بالتطبيع ولا بالقانون الهندي ولا باللغه، هذيك دابا كانت عندنا فيها مواقف سابقه، وحنا راه واحد القضيه حنا ما غنجيوش دابا يجي الامين العام ولا الامانه العامه الحاليه ولا هذه الهيئه هذه والفا بلامي داك الشيء اللي فات، اللي تقال داك الوقت تقال، اليوم نحن جهه واحده ونتحمل مسؤوليتنا ونفكر في 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 اسلوب اللي نتجاوزوا به بعض المواقف اللي ما كانتش هي هذيك سي تو، ولكن فيما يخص القضيه ديال التطبيع باش تكون زعما الامور واضحه، احنا رحنا هذه القضيه الفلسطينيه راه ما كنعتبروهاش قضيه سياسيه، راه هذه قضيه عقائديه، الفلسطينيين حنا وياهم بحال اسمح لي، حنا خوت والدين تقول إنما المؤمنون إخوة، والشريعة كتفرض علينا باش نكونوا إلى جانب إخواننا الفلسطينيين في السراء والضراء حتى لما تنموت معهم، ولكن هذا لا يعني أننا سوف ندين دولتنا، لأن عاوتاني حتى الدولة ديالنا عندها إشكاليات، وهي باللي كدير شي حاجة حنا ماشي ضروري نتفقوا معها، ماشي ضروري، ولكن ما عمرنا غنوصلوا للدرجه ديال الادانه ديال الدوله ديالنا، وكنقول للاخوان ديالنا في المشرق انتم مخطئون حين تدينون المملكه المغربيه، لان المملكه المغربيه مملكه شريفه ودائما كانت مواقفها مواقف شريفه، وهذا لا يفيد انها قد تقع في شيء يعتبر خطا، ولا لا يحرمكم من ان تنتقدوها، ولكن خصكم تحترموا التاريخ ديالها، تحترموا المواقف ديالها. أنا ما كنعرفش شي دولة عربية دارت ضريبة لمساندة الكفاح الفلسطيني إلا المغرب. ما عرفوش كتعرفوا أنتم هذا الشيء ولا لا، المغرب في واحد الوقت دار ضريبة على التدخين كتمشي لمنظمة التحرير، ودار ضريبة على السينما كتمشي لمنظمة التحرير. كنا كنخلصوا هذيك الساعات كنا كندخلوا السينما. طبعا ماشي بزاف، لأن ديك الساعات السينما براسها كانت 40 ريال، ما عرفت دابا بشحال ولات. ما بقات سينما كاع كيظهر ليا. فهمتيني ولا لا؟ ولكن كنا كنخلصوها، والملوك ديالنا لم يغيروا موقفهم، سمح لي جلالة الملك ما زال يؤكد الى الان وقوفه الى جانب الفلسطينيين، ولكن حتى هو راه عنده مشاكل وحتى هو راه عنده ظروف، الى ما اتفقتيوش معاه احترموه ووقروه، راه داك ملك من ملوك المسلمين وراه معاه 40 مليون ديال الناس، فهمتيني ولا لا، والناس وهاد الناس راهما تيقدروا الظروف ديالو، تيقدروا
الإشكال ديالنا اللي عندنا في أقاليمنا الجنوبية، تقدروا أنه مع الأسف الشديد هذا النظام الجزائري بقي يتحرش بنا منذ أكثر من 40 سنة. غير هذه القضية ديال الصحراء من 74 ما بغى يطلق منها، وداروا معنا حروب وقتلوا الناس من عندنا وقتلوا الناس من عندهم، وكيديو داك الشيء كله معاهم عند الله سبحانه وتعالى، واستعملوا الفلوس ديال البترول باش 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 يحرقوا الاوضاع ديالنا الدبلوماسيه، وباش يعتديوا علينا واسروا منا يعني واحد العدد ديال الناس وعملوا مصائب ولا يريدون ان يتوقفوا. ظالمين، ظلمونا النظام، ضير علاش دابا شادين 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 الحدود؟ شادين الحدود لسبب بسيط، وان الجزائريين كيبغيو المغرب وكيبغيو المغاربه، ولا حلوا الحدود غادي الناس يدخلوا بلا حساب من تمايا. وقال لهم الله يرحمه ويغفر ليه السي بوتفليقه، قال لهم الا حلينا الحدود الناس اللي غيمشيو من عندنا اكثر من اللي غيجيو من عندكم. هذه ماشي هذا، ماشي هذا الحساب ديال اللي بيصير. راه قلتها لهم، وخصهم يرجعوا لله، وخص هذوك الناس اللي في الجيش انصحهم ان كان ويبدو لي من تصريحات بعضهم انهم ما زال فيهم الحمد لله الايمان، انصحهم ان يرجعوا الى الله، لان وراء المغرب راه ماشي سهل، والذنوب ديالو ماشي سهلي، والارواح ديال الابناء وديال ابناء الجزائريين ماشي سهلين. ولولا هذه التهديدات نقول لكم انا بكل صراحه، واخا هذه القضيه ديال العلاقات ديالنا مع اسرائيل راهي قديمه، ما تكونش وصلت لهذه الدرجه بكل صدق. وانا دابا راه ما تنبرر الموقف ديال حتى شي واحد، الموقف ديالنا راه حنا عبرنا عليه في البلاغ. توقفنا عند هذيك الزياره، ما قدرناش لا نساندوها، ما قدرناش نديروا بلادنا، ما غنديروش بلادنا، حنا فضينا صافي. راه الا كانت حرب راه حنا مع بلادنا وحنا مع الملك ديالنا، ولكن كنادي ما تبقى من عقل عند هاد الناس اللي كيسيروا الجزائر. حرام عليكم هادشي اللي كديروا، وراه لا درتيو شي حاجه، لا قدر الله لا دخلتيو البلاد، لا دخلتيو المنطقه في شي ازمه، لا دخلتيوها، راه غادي تكون عندها أسوأ العواقب على البلدين وعلى الشعبين وعلى المنطقه كلها. اشنو بغيتيو اكثر من هادشي؟ ها ليبيا فهمتيني ولا ربي اللي عالمين بها، هي غادي الانتخابات بصح بغيت تنجح فهمتيني ولا. ها تونس شوفوا الاوضاع ديالها كيفاش دايره، شوفوا الدول الاخرى كيفاش دايره. خليوا على الاقل هذه المنطقه هذه ديال المغرب والجزائر وموريتانيا وشويه تونس وليبيا يرجعوا الله سبحانه وتعالى ويرجعوا للصواب، خليوها مستقره، والا راه ماشي انتم اللي غتستافدوا، راه واخا تربحوا في الحرب وما غتربحوش ان شاء الله، انا كنقول لكم من دابا غادي يستافدوا الخصوم ديالنا والاعداء ديالنا الحقيقيين والطبيعيين والنصوص عليهم في الكتاب الكريم، هما اللي غيستافدوا. وهذا جهدي عليكم. اخوان تكلموا على القضيه ديال الديون اللي بقات من الانتخابات، حنا غادي نشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذاك الشيء، غنشوفوا اللي ولا بدا منه، غادي نشوفوا الا قدرنا. طبعا الفلوس ما بقاوش، الفليسات الحزب كان عنده فليسات فهمتيني ولا، ولكن الاخوان القياده السابقه كان عندها راي باش تسرح الموظفين ديال الحزب كاملين، بقات غير شي قله قليله، وباش تعطيهم التعويضات ديالهم على اكمل الوجوه، وربما حتى المحكمه ما كانتش غتحكم لهم بها، ولكن احنا ما نقدرش نقولوا لا لهذا الشيء، صافي انتهى الموضوع، الناس خداو فليساتهم مشاو، وكثير منهم رجع يشتغلوا مع الحزب تطوعا، وهنيئا لهذا الحزب، هنيئا له اللي الناس كانوا خدامين معاه بالفلوس وتسالوا الفلوس، خداو التعويضات ديالهم، خصهم يمشيو يقلبوا على ريوسهم، ماشي ما مشاوش يقلبوا على ريوسهم، ولكن الدور اللي كانوا كيقوموا به بزاف منهم رجعوا يقومون به تطوعا. فهذا انا شخصيا ادخل علي سرور يعني لا يقدر. تواصل مع الهيئات ديال الحزب، حنا ان شاء الله الرحمن الرحيم ما غنفرطوش فيه. الاخوان المحامين سي العلو تيخصهم يفهموا واحد القضيه، حنايا راه ما يمكنش نتخلوا على شي اخ متابع في شي قضيه ظلما، ولهذا الاخوان المحامين فهمتيني ولا يخصهم عاوتاني يقوموا بالدور ديالهم، وحنا من جهتنا كل ما يحتاجونه من دعم او من مسانده او من مصاريف راه حنا يعني مستعدين له، واخا يكون تختاروا محامين اخرين ماشي مشكل، المهم غير يكون داك الشيء عن طريقكم باش نحترموا المؤسسات ديالنا.
القضية ديال التأطير ديال المنتخبين، هذا بدرنا لقاء مع الإخوان ديال 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 سميتها اللجنة الوطنية، وكنفكروا غنديروا لقاء مع الأقاليم ياك كتب الإقليمي إن شاء الله الرحمن الرحيم. على كل حال راه هذا اللقاء راه بحال حضروه حتى هما فهمتي، والمنتخبين حتى هما راه واخا عندنا عدد قليل فهمتي. الله يرحم عليها، الله يرحم عليها هردان قال لك مشى ديال النحل احسن من شواري ديال الدبان فهمتيني ولا لا؟ ياك غير ياك كانت عندنا شحال، كانت عندنا 5000 والله بقات عندنا 700 احنا قابلين اسيدي. وهنيونا دابا شي شويش خليونا حنا باش نتصنتوا لعظامنا، ولكن نخدموا واه اش من عظام، خلاو شي عظام هادو دقدقوا كل شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.